اسمع بقى الفيديو ده وركز فيه كويس، ركز فيه كويس. عند ميسيو احمد عادل بنسمع مدرب فرنساوي في ماده الفرنساوي مثلا احدى المواد عن نظام الثانوية العامة الجديد، نظام التابلت والنوت اللي هو هيتطبق على أولى سنة من السنة دي 2018-2019. طيب قبل ما نبدأ ونخش في المعاناة، أحب الأول إن أنا أهنيكم على النجاح في الثانوية في الإعدادية ودخول مرحلة جديدة من مرحلة الثانوية، بنقول لكم برافو وبنقول لكم ألف مليون مبروك. وكمان شوية دولارات عشان الناس الطماعة اللي بتحب الفلوس، وألف ألف مبروك حبايبي، بالتوفيق دايما يا رب إن شاء الله. نخش في الموضوع دلوقتي. إحنا طالعين من مرحلة الإعدادية، خلصنا الإعدادية داخلين مرحلة جديدة، مرحلة ثانوية. عندك طبعا دماغك مليانة حاجات، يا ترى إيه المواد الجديدة اللي هاخدها، ويا ترى إيه، هل انا عارف المواد دي ولا في مواد جديده او كده. طبعا اكيد عندك مواد جديده زي فرنساوي، فيزياء، احياء وكيمياء، في فلسفه، في رياضه، في حاجات كتير فرنساوي ان شاء الله هتتعرف عليها. وكمان هتقابل طبعا اكيد اصدقاء جداد ومعاك مدرسين جداد. مش بس كده، المفاجاه بتاعتنا عندك كمان نظام ثانويه عامه جديد. يلا بينا نكمل عشان نعرف ايه النظام وايه الدنيا هتمشي معانا ازاي. طيب احنا ملخصين يا جماعه الموضوع في ثلاث نقط اساسيه. موضوع الثانويه العامه الجديد ده هنتكلم النهارده عن ثلاث حاجات اساسيين. لو فهمت الثلاث حاجات دولت كده انت فهمت نظام الثانويه العامه الجديد دولت وما عندكش معاه اي مشكله. يعني انا لما استلم تابلت هدرس بيه ازاي والدنيا هتمشي معايا ازاي، دي نقطه. والنقطه الثانيه هنتعرف على نظام الامتحانات، انا بقى همتحن ازاي. خلي بالك خلال الثلاث سنوات، عارف يعني ايه خلال الثلاث سنوات؟ معنى كده ان الثلاث سنوات اصبحوا حزمه واحده. يعني ما عادش في حاجه اسمها اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي ولا ثالثه ثانوي، الموضوع بقى متصل ببعضه من اولى لثالثه. يبقى نظام امتحاناتي في خلال الثلاث سنين، وبعد ما ربنا يكرمني وانا يا ترى هخش الجامعه ازاي، وايه الحاجات اللي هي هيبقى لازم عليا ان انا اعملها عشان ادخل الجامعه. نتكلم عن نقطه نقطه بالتفصيل. نبدا الاول بنظام الدراسه في الثانويه العامه بالتابلت وبالنظام الجديد. طيب حضرتك مع بدايه الدراسه في شهر 9 هتتفضل تروح المدرسه، يبقى المدرسة بدورها هتسلمك تابلت. التابلت ده عليه شريحة نت وفي خاصية واي فاي وبيتصل بالانترنت طبعا، لان الموضوع كله هيتم من خلال النت. طيب اوعى تقول لي بقى انا هاخد التاب ده احط عليه فيس وجيمز وبتاع واظبط، لا يا عم. التاب ده مش فاضي، التاب ده مليان، لكن مليان ايه؟ تعالى نشوف. التاب ده مليان فيديوهات، يعني المناهج بتاعتك كلها والقرارات الدراسية كلها بتاعت كل المواد محطوطة على التاب ده في شكل فيديوهات. تجيب فيديو مثلا الفيزياء، تطلع هتلاقي مثلا 10 15 20 فيديو بيتكلموا عن الفيزياء مثلا سوري، هتقعد تتفرج على الفيديوهات، ده المنهج بتاعك. الفرنساوي كذلك، العربي والانجليزي كله كذلك. طيب افرض اني مش بحب الفيديوهات، عندك كتب، في كمان كتب بي دي اف عليها برضه نفس الفكره اللي هي شرح للمناهج الدراسيه بتاعتك كلها، ولكن في كتب. مش عاوز ده ولا ده، ممكن كمان تستعين بكتب المدرسيه لانك طبعا هتستلم كتب مدرسيه. كمان في عندنا بنك المعرفه اللي هو على موقع وزاره التربيه والتعليم، وده كمان يعتبر مصدر من الاطلاع. يعني ممكن ان انا ادخل على بنك المعرفه الاقي عليه برضه شرح، الاقي عليه اسئله، الاقي عليه حاجات من اللي هحتاجها، يبقى بيكمل الماده العلميه او ينوع بقى، مش يكمل، هنقول ينوع الماده العلميه بين الفيديوهات وبين الكتب والكتب المدرسيه وبين موقع بنك المعرفه. وانت في البيت بعد ما خدت الكلام ده كله تقعد تعمل سيرش وتدور في الفيديوهات وتقرا في الكتب وتشوف بنك المعرفه وتشوف ايه الحاجه اللي انت بتحبها اكتر. يعني تشوف ايه الحاجه اللي انت ممكن تقدر تذاكر منها وتبقى بالنسبه لك مفيده وتبقى مستمتع بيها. وبعد ما تلاقيها يا ريت تتفضل بقى تقعد تذاكر.
ذاكرت خلاص.